مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف هو من أحدث مراكز طباعة المصحف في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من إنشائه فقط في عام 2014 تمكن من احتلال المركز الثالث عالمياً من حيث الجودة. في هذا المركز يتم طباعة حوالي 6 ملايين مصحف سنوياً توزع إلى مختلف أنحاء العالم. سوف نتعرف في هذا التقرير من هنا من دبي على أحدث التقنيات المستخدمة في طباعة المصحف الشريف. فيصل، ما أبرز ما يميز مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف ربما مقارنة بمطابع أخرى حول العالم؟ مركز محمد بن راشد هو الأول على مستوى العالم الذي يقوم بإجراء كل عملية الطباعة تحت مظلة سقف واحد وبمراقبة شرعية من لجنة شرعية، بحيث أن تقوم بالتدقيق على الطباعة في كل مراحلها. فطباعتنا تصل إلى تجليد المصحف وانتهاء منه تحت سقف واحد. عظيم. يعني إذن سنجول الآن داخل هذا المركز ونتعرف على مختلف المراحل التي تمر بها عملية طباعة المصحف الشريف. تفضل. عملية التحضير الطباعي هي من أهم مراحل الطباعة، بحيث أن اليوم المادة النصية للقرآن من شاشة الكمبيوتر كيف أن نتحكم فيها وأنها نوصلها إلى الطباعة على الورق في مادة مختلفة، فهذا هو يعتبر من أهم المراحل اللي في إنتاج طباعة المصحف الشريف. عادة يتم تخطيط النصوص القرآنية من قبل جهات مختصة ويتم طباعتها كصور، يعني لا تطبع كما يطبع أي كتاب. أخبرني عن هذه النقطة أكثر. طبعا هو القرآن هو الكتاب الوحيد في العالم اللي ينطبع كصورة، وذلك لعدم التغيير في النص، بحيث أن اللجنة الشرعية التي تجهيز القرآن بعد ما يخطها الخطاط يتم التوقيع على الصفحة ومن ثم تصويره وتنقية الصورة. فهنا نتعامل مع صورة وليس مع نص كمبيوتر، بحيث أنه ممكن يصير فيه أي خطأ، وهذا طبعا يعطيه مصداقية أكثر من التغيير والأخطاء. إذن فلنتوجه الآن ونرى الآلات وهي تعمل. هنا في مرحلة التحضير الطباعي يتم إنتاج الصفائح المعدنية من الكمبيوتر إلى طباعتها على الصفائح المعدنية، التي تقوم بتحويل المادة النصية من الكمبيوتر إلى مكانات الطباعة. هنا يستخدم الليزر. نعم طبعا، عن طريق الليزر يتم حرق المادة النصية على الصفائح المعدنية، وكل صفيحة تتكون من لون. نحن عندنا 4 ألوان في الطباعة، فمحتاجين لأربع صفائح لكل مطبوعة، ويتم إنتاج المادة النصية على الورق بعدين من الصفائح إلى الورق، نقل الأحبار. فيصل، إذن هل يمكننا القول بأن هذه هي المرحلة الأولى الحقيقية لبداية مرحلة الطباعة؟ وهذه المرحلة الأهم، الدقة والألوان ومعالجة الألوان يتم تداركها في هذه المنطقة. الإمكانيات العالية في الطباعة مثل ما شرحت لك سابقاً، اليوم نحن ممكن نطبع 48 صفحة في نفس الوقت، وعندنا 6 ألوان، فممكن نطبع القرآن بلون ذهبي مذهب أو لون إضافي سادس. فبعد الطباعة الورق ينتقل إلى مرحلة التجفيف. عندنا 16 متر جهاز التجفيف الذي يمر فيه الورق لتبخير الماء والأحبار الزائدة من الورق. يعني إذا أردنا أن نعرف كم طبعة نحصل من خلال هذه الآلة الضخمة التي ربما يفوق طولها 20 أو 25 متر؟ سرعة المكنة ممكن تنتج 50,000 طبعة في الساعة، سرعة عالية جدا مش موجودة يعني على مستوى العالم. بعد عملية الطباعة وطوي الملازم يتم تجميع الملازم في هذه المكنة، بحيث أن هذا يطلع بعد الطباعة مع الباركود لمتابعة تسلسل الملازم،
وهذه المكنة تقوم بخياطة البلاد بعد تجميعها، والذي تعطي ميزة مهمة للقرآن بحيث أنه ممكن يعيش أكثر من 200 سنة بعد الخياطة. يعني حتى الآن شاهدنا مرحلتين من مراحل طباعة المصحف، وربما المرحلة الثالثة هي مرحلة التجليد. التجليد، تفضل. الغلاف السميك له دور مهم لحفظ القرآن لسنوات عديدة، ويتم تجهيز الغلاف السميك في مرحلة سابقة بإضافة المادة الجلدية ولصقها بالغلاف، ويتم في هذه المكنة طبع المادة الذهبية على الغلاف بحيث أن تعطيه الشكل المناسب. في المرحلة الأخيرة في تجهيز القرآن يتم تلقيم الملازم الورقية في هذه المكنة وضغطها لإخراج كل الهواء من الملازم، ومن ثم إضافة الورق البداية والنهاية في المادة الورقية، وبعد ذلك يتم إضافة الغراء. نستخدم ثلاث أنواع من الغراء، غراء حراري وغراء بارد. كل هذه أنواع الغراء تساعد على مرونة الكتاب القرآني بحيث أنه يعيش سنوات أكثر. طيب فيصل، هناك بالتأكيد يعني أنواع مختلفة من الصفحات من الورق، هل الطباعة تختلف مع اختلاف الورق؟ طبعا هذا سؤال مهم. كل نوع ورق محتاجين أن نعيد تغيير مكنة الطباعة بحيث أنها تتناسب مع الورق. القرآن نطبعه في ورق لون كريمي، وساعات نطبعه في ورق لون أبيض، فالألوان تختلف كليا بين النوعين الورق هذا. بعد إضافة الغراء للملازم الورقية وإضافة الشريط اللاصق، يتم قص القرآن بالحجم المناسب، ومن ثم يتم إضافة الشريط الذي العلامة الربن في القرآن بطريقة آلية. في هذه المرحلة يتم إضافة المادة الورقية إلى الغلاف، ويتم إضافة الغراء وضغطه في هذا الجهاز. يعني ومن هذه الآلة يخرج المصحف بشكل كامل جاهز للتصدير أو للتوزيع. نعم. بالإضافة إلى جميع الآلات المتطورة التي شاهدناها في المراحل السابقة، يبقى للعامل البشري دور. ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص في المراحل الأخيرة من الطباعة؟ السلام عليكم. مثل ما شفت الآلات المتطورة اللي نستخدمها في مركز القرآن للطباعة، والتي لا توجد فيه أخطاء، ولكن الاهتمام المركز بالقرآن الكريم وأنه ما يكون فيه أي أخطاء أو شوائب، فعندنا مشايخ متخصصين يقومون بمتابعة كل مراحل الطباعة. كل 1000 نسخة يتم متابعتها والاهتمام بأنه ما يكون فيها أي شوائب ولا أخطاء. إذن كما رأينا في هذا التقرير، تقنيات متطورة جدا توجد في هذا المكان للحصول في النهاية على نسخ من القرآن بجودة عالية مغلفة وجاهزة للتوزيع
بهذا الشكل، ترسل إلى حوالي 29 بلد حول العالم في 6 قارات، ويتم ترجمة معاني القرآن وطباعة ذلك إلى 40 لغة.